ضيفتنا لليوم مش بس حلوة وجذابة وذكية، ولكن اختلاقها بكتير كبير بال 2010، وهي ملكة جمال أمريكا لل 2010. هاجرت من لبنان على عمر صغير وهي من الجنوب، واتجهت هي وأهلها على جامايكا، وين ثم انتقلت لنيويورك مشان تدرس إدارة الأعمال بجامعة ميشيغان. حبها للبنان ترجمته بعدة مرات وبعدة مراحل من حياتها، واليوم نحن فخورين جدا أنه رح تكون ضيفتنا عبر سكايب من أدمى على أمريكا، ريما الفقيه، ملكة ريما الفقيه يلي هي ملكة جمال أمريكا لل 2010 لأول مرة عم بتطل، وكمان عملت لنا سربرايز كتير كبير لأنها بتحلى الحياة، لأنه أول مرة عم بتطل على وسيلة إعلامية من بعد ولادتها لبنتها. أهلا وسهلا فيك ريما، عم تسمعينا منيح؟ إيه عم بسمعكم منيح، هلو كيفكن؟ نحن منيح، بيرفكت. هاي ريما، أنا بدوري بدي حييكي وبدي أقول لك مبروك، لأنه من 3 أسابيع وضعتي مولودتك، يعني بتاريخ 25 كانون الثاني، وسميتيها ريما. الحمد لله على سلامتكم اثنيناتكم ريما، وأكيد إحنا مبسوطين إحنا عم نحكي معك. خبريني بداية، ليه سميتيها ريما؟ أول شيء بحب أقولكم مرحبا، أنا كتير كتير فخورة معكم على الشو اليوم، و صح لي أول مرة من زمان أنا appear يعني برجع بالميديا، بس الحمد لله جينا بيبي وسميناها ريما. هيدي شغلة يعني فيه أول من جوزي، أول شيء كان قبل ما قررنا نجيب أولاد يمزح يقول بدي أجيب بنت سميها ريما، هو عطول على كلمته. So إجت يعني ريما الصغيرة، It's cute. ليش لا، في women empowerment فيها يعني. مش بس الرجال بياخذوا الاسم للجونيور تبعوا الاولاد، مظبوط. ريما قد ايه معجوقين بريما جونيور، يا اما ريما البنوت الصغيره، وبس خلقت قد ايه طولها، قد ايه وزنها؟ اسم الله، الله يخلي لك اياها، الله يعيشها يا رب. ميرسي كثير. والله كثير كثير عائلتنا هون يعني ما في لكم قد ايه مبسوطين انه عنا هيك مثل انجل بالبيت. في عنا مرت عمي من لبنان هون، بعتقد خلص حضلت كاليفورنيا ان شاء الله، واهلي كلهم حدنا. ف يعني انا كثير بلاست حد العائله. ريما خلقت كانت 19 انشز، نحن هون بنعمل بالانشز، كانت سنتيمتر لبنان، صح 6.8 باوندز كانت. اسم الله ريما، الحمد لله. اسم الله، الحمد لله، الحمد لله على سلامتها، الله يعيشها وتربى بعزكم وباسمها كمان، تكبر باسمها. ريما، مثل ما ذكرتي انه انت محاطه بالعيله، بامك، بحماتك، بكل يلي انت بحاجه انه هلا يكونوا معك حتى يساعدوك ويدعموك. بالوقت يلي انت بالخارج بنعرف انه العائله ما بعرف قد ايه متماسكه، انت ربيتي بامريكا وزوجك كمان وسيم سليبي كمان بكندا عاش، قد ايه في فرق بين العيلة بلبنان والعيلة يلي انت هلا عم بتحاولي انك اكيد تهتمي فيها؟ يعني ما في احكي عن الكل، بس في احكي عن شو انا وسيم بنشوف بهالسيتويشن. انا وياه بنحس انه كل ولد بيربى على اصول بالبيت، يعني في البيت يكون بلبنان والولاد ما بيحكوا عربي اوقات، شايفيتها كثير انا، وفي بيت يكون بامريكا بس محافظين كثير على الكلتشر لإلهم. فأنا وسيم نتمنى أنه بنتنا يعني تحسوها كأنه خلقت لبنان، بس تشوفوها لأنكم تعرف عن لبنان، تعرف عن her culture ومن وين هي، she really came from، عرفتي كيف؟ so إن شاء الله this is our plan. حلو، ان شاء الله كل خططكم تنجح باذن الله، مثل ما هي هلا ناجحه بحياتكم وعم بترجموها. ريما، بدي ارجع لريما الام من بعد الولاده ويمكن بغرفه الولاده ايضا. ريما الفقيه، شو صار فيها؟ شو حست اكزاكتلي؟ هذا شعور الام يلي كنت تسمع عنه، كنت يخبروكي عنه، ولكن انت حسيتي، فيك ترجمي لنا اياه؟ يعني شعور ما فيه، صعب كتير واحد يترجمه. نعم. بس لأنه بعدني بحس إنه مش قادرة أصدق هالإحساس صارت معي. يعني بتسمعي عنا من الكل، بتقري عنا، بتحضري أفلام، بس أكيد مش بس
يعني كيف بيقولوا your skin touches your baby's skin، تحسي خلص نعم كل الدنيا صار لها يعني معنى أكثر. ما خفتي من المسؤولية؟ من مسؤولية الأم ما خفتي منها؟ ما خفت منها، يمكن لأنه نحن اللبنانيين معودين يعني نكون أختك خلفت، بنت عمك، سعادتي، كم ولد بالعائلة، فعنا experience naturally نحن بعتقد. So, ما خفت كثير، كمان عندي اسم الله good backup هون. نحن ما عندنا شك بقوتك ريما، انت اللي رفعتي اسم لبنان عالميا. ريما، هون بدنا نحكي شوي عن مرحلة الحمل. نحن كنا عم نتابعك على السوشيال ميديا من خلال الصور يلي كنت عم منحطيهم، ويمكن صار في شوية انتقادات بالصور يلي لها علاقة بممارساتك الرياضية خلال فترة الحمل. هون شو بتقولي لهم ليلي انتقدوك يا ريما؟ بحب أقول للكل إنه مش لازم يعني فكروا. أنا على فكرة ما انتبهت كتير للي بينتقدوا، ما كتير يعني بياخدوا بعض، بحس كل واحد عنده opinion، بس كل واحد شكل. أنا يعني الحمد لله كانت healthy وقت ال pregnancy، ف my doctor قالت لي إنه تسمح لي مع trainer اللي اختصاصه بس maternity workouts. يعني أنا كان عندي وحدة اسمها شاكيرا كمان ما لها اسم بس مش لبنانية، وكانت تدربني، هي كانت عندها شي 9 years experience بعمل training للماترنيتي women. فبحس من وراء هالشي قوتني هلأ، يعني هلأ حس البيبي ويت اللي إلي عم ينزل أسرع، لأنه ضلوا جسمي more in shape، وبتعمل إشي كتير مثل breathing. فبحس كل واحد أكيد هو يسأل حكيمته، لأنه أكيد هالشي مش منيح للكل. لكن انت سالتي حكيمك وكانت اصلا حالتك الجسديه بتسمح لك، يعني شيء جدا صحيح. انا ردي عندي ايه، انا كثير كنت انه بالرياضه والدانسينج وذ ستارز، ومن انا وصغيره اولويز اتلتيك، فهالشيء يعني كان كملتي فيه بفتره الولاده. تنرجع شوي على السوشيال ميديا، وذكرتي حضرتك انه ما بتعلقي على التعليقات النيجاتيف. كمان الصورة يلي أخذت ضجة كتير كبيرة وأخذت بلبلة أيضا وصار في انقسام بالرأي، الصورة يلي نزلتيها يلي عم نشوفها هلأ بوقت عم بتولد ريما بغرفة الولادة، خبرينا عن هذه الصورة وقريت التعليقات. والله لا ما قريت التعليقات لقلك الحقيقة، تعرفي ليه؟ لأنه يمكن هالمومنت سبيشال لإلي، فهالاشياء كثير ما بتأثر علي كثير. برافو عليك، النيجاتيف بتشيليها من حياتك. عرفتي كيف؟ بس انه اتس انترستينغ، لايك انا في كثير عالم بينتقدوني اوقات لانه ما بستحي فرجي قصص بحياتي، بحس انه مثل ما جوزي بيقول ليد باي اكزامبل، سو ان شاء الله يعني سم بيبل حيقبلوا، ما كثير لا اتس اوكي. اصلا صورة حلوة وانت حلوه بنوتك حلوه وبالنهايه اللي بده يطلع لقدام ما بيطلع لورا بطريقه سلبيه. ريما، بدنا نقول انه انت وزوجك كوبل مش بس ناجح بالحب انما ايضا ناجح باعمالكم. بدنا نذكر انه من كم يوم مشالت بالبورد كشفت قائمتها لاقوى 100 شخصيه بالعالم بالانتاج الموسيقي، وزوجك وسيم حل بالمرتبه 52 وبيكون اول لبناني بيخترق هالقائمه العالميه. بدايه مبروك هالانجاز، وشكرا احساسك ريما. والله عن جد كنت كتير كتير، أول شيء مش surprised بس مبسوطة منه كتير، خصوصا لأنه وسيم نقل على أمريكا مش من زمان، يعني الشركة it's very new كمان هون، وأكيد كلنا بنعرف أمريكا أوقات العالم كلها عنده someone that they know، مش إنه they work hard. وسيم اسم الله he's worked so hard من هو وصغير، وإجا من لبنان كان عمره 15، فيعني هالشي في قلك بيستاهل 100%، وأنا مبسوطة كتير فخورة إنه أنا I get to witness هو how great he is، يعني وبيرفع على طول راس لبنان برات لبنان وسيم، هيدي شيء بيناتنا أنا وياه عنا very good relations with، عرفتي كيف؟ وعن جد الله يخليك يا جوزي.
الله يخليكم لبعض، ونحن فخورين ان انتم لبنانيه كمان اثبتوا حالكم بالخارج بكذا بزنس، انت حتى انت كمان ريما انت بكذا بزنس، واليوم مكرسه حياتك للامومه. بدي ارجع كمان على البيلبورد ايفنت، تركت ريما لساعتين بس كرمال ترافقي وسيم على الريد كاربت. شو حسيتي من بعد هيدي الانفصال يلي ما صار من فتره من وقت ما خلقت ريما؟ حسيت حالي كان لازم اشتغل ديتكتيف، كنت حاطه يمكن شي 3 كاميرات، امرأة الكاميرات حاطه اير بيس لاسمع از المونيتور، وهو كمان يعني مش لازم اتلهمس، والله عائلتي هون مع البيت يعني. بس ما بعرف واز يعني انبسطت كثير انه كنت هنيك مع جوزي، اهم شيء طبعا بس اكيد كنت كل وقت كل دقيقتين عم طول على البيت هلكتهم لاهلي هيك عم تتعلم. شفتي الاحساس؟ شفتي كيف هي الام؟ انت قدرتي لامك هلا هلا فالنتاينز بدي ظهر على شيء عشاء اكيد بيستاهلوا كمان اكثر من هيك. ريما طالما عم نحكي عن نجاحاتكم وانجازاتكم كمان بدنا نذكر انه انت كمان حصلتي على لقب بال 2011 ضمن قائمه اقوى 100 امراه عربيه اختارتها مجله Arabian Business، واكيد هيدا لقب كثير مهم. اللقب بحد ذاته يمكن مش هالقد بنعطي اهميه بقدر ما نحن بنعطي اهميه على تاثيرنا على الاخرين. ريما قد ايه هيدا الشيء بخليك تكوني مسؤوله؟ يعني هذا الشيء كثير مش انه بحسه مسؤوليه، بحسه انه it's an honor، يعني عالم تفكر فيه كشخص as an example، وهذا الشيء كثير بيعني لي خصوصا مع ال young generation الصغار، لانه هن اللي حيأثروا علينا بعدين. فان شاء الله على طول بقدر احمل المسؤوليه و lead by good example للكل. انا كثير بحب مثلا بقدر يكون عندي كونكشن مع اليونج جنريشن اللي عنا اياها اليوم، اللي تضل تنتبه على السوشيال ميديا شفنا عم نعمل. سو ان شاء الله خير. فانت قدوه لالنا اكيد وقدوه لكل السيدات الناجحات ريما، ما في شك. ريما تنرجع شوي لكم يوم لورا، كان الفالنتاينز داي، شو عملتوا انتو؟ كان هالفالنتاينز عندكم اجمل جيفت يمكن بحياتكم واهم انجاز، خبرينا كيف قضيتوا الفالنتاين انت ووسيم؟ صح، اول شيء عنا احلى فالنتاين جيفت، لبستها اكيد فالنتاينز اوتفيت، عطيتها يا لجوزي مثل كارت. بس it was a very nice evening. رحنا على محل ما رحنا on our first date. So it was a nice surprise لإلي من جوزي. حلو، دايما ان شاء الله تكونوا يا رب للكل ان شاء الله دايما عم تعيشوا احلى لحظات الى جانب زوجك ريما وبنتك كمان. اكيد هلا في تغيرات كثير عم تصير بحياتكم، بلحظات خاصه بلحظات الاهتمام ببنتكم مولودتكم الجديده، بفترات مثلا النوم، بفترات هيك معينه، كيف هيك بصير التعاون انت وزوجك ريما؟ مثلا ممكن يكون بالليل مثلا تغنوا لها سوا، وسيم يغني لها لتنام. يعني لكن حقيقه هلا غير ثاني حفاظ وسيم على فوق هم يهديها لانا اعمل هالانترفيو بقى. الحمد لله انه مثل ناتشرلي حسيتها اجت الشغله كثير ناتشرال لإلي وإله نكون مام اند داد، فهيدي اتس ا بلسينج، مبسوطه كثير بهالشيء. و يعني هذيك النهار قال لي جوزي حطيها وحطي لها كلاسيك جاز، بس الا ما رجعنا هديناها وغنينا لها لفيروز ان شاء الله تنام ريما. هلا الميوزك بزنس تبع جوزي يمكن تفوت باللالابايز قد ما عم خليه يغني اغاني واشياء قديمه كمان من نحن وصغارنا. قد ايه وسيم بيساعدك ريما؟ قد ايه هو، هل هو رجل شرقي بامتياز بيترك المهام للام بس، ولا لا بفوت معك وبيعطيها بيبرون ما بعرف بحفي ما بعرف شو بيعملوا باي ناحيه عم بيساعدك؟ بفوت معي، مش بس بفوت معي، بيصير يقول لي دونت وري انا بعرف، انا كنت عارفه مشغول بالك. فهيدي كثير انبسطت فيها انه هو انه مش بس حابب يساعدني، بس هي يعني كثير بينبسط بهالشعور. وعم يجي على البيت وقت ما في، يعني هو اسم الله اوقات بيكون عنده كثير ميتينجز هون من بيفرلي هيلز لهوليوود، فبيلاقي وقت على وقت الغدا يجي يشوفها، وعلى طول بيجي بكير يعني. سو على طول عم يساعدني واسم الله عليه، هو اوريدي هذا اول بي الكل هلا بالشركه. ريما ان شاء الله
ريما ان شاء الله دائما بتكونوا دعم لبعضكم بحياتكم الخاصه العائليه والمهنيه ايضا، والنجاحات اللي نحن تعودنا نشوفكم فيها. اهلا وسهلا فيك يا ريما فقيه، ومنجد تحياتنا لك ومباركتنا لكم انت وزوجك، والله يخلي لكم البنوت، وان شاء الله بشوفوا لاخواتها نقلرات كمان. اهلا وسهلا فيك يا ريما. يا هلا.